محمد اجي لك يمكن انت ما شاء الله 2 متر كام يا محمد؟ 13 لا 13 ما شاء الله. يعني طيب ده يعني منتظرك مستقبل باهر يا رب، فربنا يكرمك. دي اول سنه ليك مع الفريق؟ دي اول سنه رسمي مع الفريق. طب استفدت ايه في السنه دي؟ انا يعني اللي انا استفدته السنه دي اكتر بكتير قوي من اللي انا استفدته مثلا في 4 سنين ولا حاجه قعدتهم في الناشئين. ان انت احتكيت مثلا بنجوم اللعبه اصلا، وان انت احتكيت يعني الناس اللي في مركزك واللي في غير مركزك طبعا فادوني كتير قوي، غير ان التمرين مع كابتن ميدو وغير التمرين مع الكباتن الكبار برضو عندهم خبره غير خبرات الكباتن التانية. الحاجات دي طبعا تفرق معايا كتير قوي. طبعا انبسطت قوي ان انا اتمرنت معاهم فتره زي دي. يعني خليني برضو يعني اكيد انت لسه سنك صغير، وفي اكيد يعني هيجي لك الفرصه زي ما بيقولوا بالبلدي يعني. هتبقى جاهز ان انت تشيل مكان اللعيبه دي؟ طبعا دي سنه الحياه، هتبقى جاهز تشيل مكان اللعيب اللي هتلعب مكانه؟ عارف كويس قوي ان جمهور النادي الاهلي ما بيبقاش في المركز الثاني، يعني انا بس عايز اطمن الجمهور عن المستقبل، مستقبل الكره الطائره في النادي الاهلي. هو انا يعني حاجه من طموحاتي ان انا ابقى نجم النادي الاهلي زي النجوم اللي قدامي دي كلها. ما شاء الله. نفسي ابقى يعني نفسي ابقى النجم بتاع النادي زي ما بسمع عن النادي وبسمع اساطير وبسمع كذا وكذا وكذا. وغير كده يعني الفرقه بالنسبه لي حاجه كبيره قوي. ما شاء الله. فرقتي دي بالنسبه لي حاجه كبيره قوي، بتفرج عليهم يعني على اي حاجه بتحصل سواء صغيره او كبيره بتبقى بالنسبه لي مهمه بتعلم منها. وهتبقى ان شاء الله يعني طالما انت عايز كده هتبقى كده، بس دي عايزه مجهود وعايزه شغل اكيد طبعا. والنادي الاهلي زي ما كان بيقول عبد اللطيف قبل منك بيقول النادي الاهلي هو اللي بيضيف للاعب، يعني النادي الاهلي هيضيف لك زي ما ضاف لغيرك، بس انت تبقى جاهز ان انت تنزل فرصه بالظبط.